كان اليهود بيزداد نفوذهم سواء في بريطانيا أو في سائر أوروبا، كانوا مكروهين بشكل عام من الشعب، فكان لازم إنهم يخلصوا منهم، ولكن بطريقة تتوافق مع مصالح بريطانيا، بإنه هم يزرعوا في الوطن العربي جسم غريب، هذا الجسم يعني يحقق مصالحهم ويمشي خططهم، وكمان يعني يكون سكينة في قلب العالم العربي